هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. وخلنا نرد أعزي كنت إن شاء الله عز وجل. رضا سلسلة تعرف مولانا أحمد رضا خان نعم وشيخه السيد إبراهيم الأحزاب ما شاء الله ما شاء الله فرخت من إسطنبول. الله أكبر. إذا كنت عند طالب علم فادعو إلى الله بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم بكمال الاقتداء بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا كنت مهندس أو دكتور تدعو إلى الله كل منا يدعو إلى الله من مجاله ومن عمله وفي هذا يكون إن شاء الله النور المحمدي في الكون يعم النور والخير والسرور في الكون بإذن الله تعالى ويرفع البلاء ببركة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وبركة اقتدائنا واتباعنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم. يجب على طالب العلم والسالك إلى الله أن يقتدي بالأشياخ الذين يرتبطون برسول الله صلى الله عليه وسلم كابرا عن كابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن الاقتداء بهم كمال الاقتداء فهم اقتدوا بالحبيب صلى الله عليه وسلم كمثل مولانا السيد إبراهيم الأحسائي ما شاء الله كان مظهره مظهر سنة واقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأدب والتعامل والمظهر المحمدي الكامل والشفقة والرأفة والرحمة وكذلك شيخه مولانا ضياء الدين قاضي قطب المدينة المنورة هؤلاء الذين يعلمون اقتداء بالحبيب التمسك بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يروى عن مولانا ضياء الدين القادري أنه كان لا يجلس في المدينة المنورة إلا كجلسة الصلاة أدبا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وهكذا شيخ مولانا أحمد رضا خان هكذا إلى مولانا عبد القادر الجيلاني إلى رسول الله كلهم كابر عن كابر ينقلوا لنا هذا الدين وهذا الرحمة المهداة من الحبيب فالعلماء ورثة الأنبياء العلماء بالله العارفين بالله رضي الله تعالى عنهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها أصلى الله على طه خير الخلق وأحلاها النبي حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلاة عليه صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها أبا الزهراء تجل حضرا أبا الزهراء تجل حضرا أدركنا يا طه بنظرا ضاقت فينا الأكوان ضاقت فينا الأكوان. مولانا ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه يقول وسعك الكون من حيث جسمانيتك ولم يسعك من حيث روحانيتك فروح المؤمن الذي قلبه تعلق بالحبيب وبالله روحه دائما طيارة سيارة تجول حول العرش ببركة ارتباطه برسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله اللهم صل على سيدنا بارك الله. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان
النجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. We hebben net namaz gelezen. We zijn nu onderweg en in de buurt van Hazrat Mahmoud al-Hudai. Hij is een grote wali. Zijn verhaal zal ik nog delen met u. Aziz Mahmoud Hudai, Hazrat Lerre. Het is daarboven, we moeten even lopen. Inshallah. Alhamdulillah. مصطفی سیدی اعلی حضرت پہلا حسین بسم الله الرحمن الرحيم. الكاسب حبيب الله. Degene die zijn best doet, degene die op zoek gaat naar voorzieningen, al-Kasib, die bewegingen maakt. Hij is Habibullah, hij is een geliefde van Allah.
Yeah, this one. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. One guy. Tunnel. Yeah, it should be alright. That's the one.